طيب احنا معانا سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ونسأل كمان عن باقي وقائع الجلسة. مساء الخير يا سيادة النائب. سيادة النائب، طيب نكمل بقية الخبر لغاية لما يكون التليفون جاهز. انا خايفة بس انه معانا. اتفضل يا سيادة النائب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، الله يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك سيادة النائب. انا مش هبتدي بالوزراء، هبتدي بأهم وقائع الجلسة النهاردة، لأنه في عدد من مشروعات القوانين اللي تم الموافقة عليها. كلمني كده عن الجلسة العامة ونتائجها. هو بلا شك إن إحنا عندنا يعني مجموعة كبيرة جدا جدا من القوانين، ومجلس النواب بيطلع يعني بيخرج مجموعة قوانين كبيرة جدا جدا. لو قسنا الوقت القياس ما أثره هذا المجلس من مشروعات قوانين ومن قوانين وتعديلات تعادل تقريبا يمكن 3 مجالس او 4 مجالس ماضيه. ايوه يا فندم. يمكن النهارده انا ما حضرتش جلسه، لكن انا كنت في بورسعيد النهارده عشان اعياد النصر وعيد بورسعيد النهارده. كل سنه وحضرتك طيب، واهل بورسعيد بخير. يا رب. كل سنه. انا بورسعيد طبعا، كل سنه ومصر بخير في عيد النصر. لكن حضرتك لو اتكلمت على القوانين اللي كنت بتتابع معاهم في المشروعات القوانين اللي كان في امبارح تم تاجيلها، لان كان ما فيش عدد من الساده النواب محاضرين، كان محتاج عدد التصديق عليها. النهارده تم الموافقه على هذه القوانين زي الزفت الخاصه، ويمكن في عندنا بعض مشروعات قوانين كثيره في داخله المجلس يعني. طيب انا هاخد من اخر كلمه من حضرتك انه كان في عدد من الساده النواب غايبين في جلسه امبارح فتاجل الكلام ده للنهارده، واضح ان مساله الغياب بتخص الطرفين النواب والوزراء. تحب تكلمنا الاول على موضوع بقى يعني دكتور علي عبد العال، وقصه انه اشتكى اكتر من مره ان الوزراء مش حريصين على الحضور؟ لا، هو شوف حضرتك، احنا عندنا مشكله كبيره جدا. يمكن بعض النواب محملين، ما زلنا احنا عندنا موروث تاريخي قديم ان احنا النائب بيشتغل خدمات وبيشتغل ما بيشتغلش دور التشريع، يمكن في غيبه كمان المجالس المحليه الموجوده، فعامله ضغط كبير جدا على الساده النواب. احنا الصبح بتبقى في لجان شغاله، فاعتقد لجان ما تخلصش مع اللجنه مع الجلسه العامه، فدي بتحصل مشكله كبيره جدا جدا. بالنسبه للوزراء احنا برضو عندنا مشكله، يمكن دكتور علي اتكلم، يمكن دي مش اول مره دي اتكلم فيها الدكتور علي على موضوع عدم التزام الساده الوزراء بالمجلس، وده انا شايف ان دي اهميه كبيره جدا ان لازم الساده الوزراء يحضروا المجلس، لان احنا بلا شك في كل الموضوعات احنا الحكومه والمجلس وجهنا حمله واحده، احنا شغالين الاثنين خدامين للشعب المصري. غياب الوزراء مش مقبول لدى النواب ولدى المنصه الدكتور علي، وانا شخصيا بقول لك ان غياب الوزراء ده مش يعني امر مش مقبول بالشكل الكامل. لازم يكون في التزام مع الوزراء، الجدول موجود معاهم قبل الميعاد بيومين ثلاثه تقريبا، ولابد يكون التنسيق ده كامل، لان احنا في النهايه بنطلع منتج بيخدم الشعب المصري، في النهايه بنطلع قانون محتاجه الشعب المصري او فئه من الشعب المصري. مفهوم يا فندم. فغير مقبول تماما عدم وجود الوزراء. طب غير مقبول يعني، هل بيوصلكم غير مقبول، هل بيوصل اعذار مبررات، ويبقى ايه التصرف يعني، ازاي يتم مواجهه الامر ده من الحكومه او من البرلمان للحكومه؟ هو طبعا في الوزير عمر مروان، هو الوزير المنوط بحاله تواصل ما بين مجلس النواب وبين الحكومه، هو اللي بيستم او بينظم موضوع التواجد الوزراء، لا اكل دي الاسبوع ده، لا خليها بعد ساعتين، لانه الوزير ملتزم بمؤتمر، لا الوزير خارج بره مصر، فيبقى في تنسيق. لكن ما يبقى فيه هو عنده علم وهو ادى تاكيد للحضور الجلسه ولم يحضر ومفيش امر طارئ، يبقى ده في مشكله. بس الوزير عمر مروان وفقا للحوار اللي وصل لنا يعني انه هو شايف انه وجوده هو ممثل للحكومه، يعني في غياب الوزراء يعني وجوده يكفي، وحتى دكتور علي عبد العال يعني كان بيحاول يقنعه انه لا يغني ولا ينوب عن اعضاء الحكومه. في صورة برلمانية عندما يكون في طلب احاطه، عندما يكون في طلب مناقشه عاجل، عندما يكون في بعض الموضوعات لازم يكون الوزير بنفسه وهو حاضر. اما عمر سياده المستشار عمر مروان ده ممثل حكومه في داخل البرلمان، اذا كان تم موضوع عارض وليس ليه تحضير سابق، فخلاص الحكومه بترد، لكن هو مش وزير يعني ما عندوش حقيبه. لو انا عايز اتكلم في الماليه، عايز اتكلم مثلا وزير التجاره والصناعه، عايز اتكلم في وزير الزراعه، هو مش وزير الزراعه او ما عندوش حقيبه.
فلابد يكون لدي حقيبه يحملها على كي يرد على طرف. وحضرتك شايف او مقيم ان المندوب اللي بيبعته عن الوزير عنه يكفي؟ لا لا يجوز. يحصل؟ لا لا بالزبط. لا 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 يجوز لا يجوز. طيب سياده النائب، انا خالد ابو بكر بسلم على حضرتك. اهلا 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 بك يا فندم. اهلا وسهلا. 13 بيان عاجل، ورئيس المجلس اعطى مهله 7 أيام للوزراء كي يحضروا، تعليق حضرتك ايه؟ بلا شك ان الدكتور علي عنده حق، وانا مساند ليه بكل قوه في هذا الموضوع، لان لازم حضور الاستاذ الوزراء، لان المناقشات العاجله ديت ليها اهميه كبيره جدا جدا. انا النهارده هنقول لحضرتك احنا اللي في الشارع، احنا عين الحكومه اللي في الشارع النهارده. احنا كل المشاكل ايه؟ واحنا نقول ان في قصور هنا موجود ازاي؟ واحنا نقول النهارده المنشاه الفلانيه لم تستكمل لان في كذا 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 كذا. احنا 600 نائب، هم 30 وزير ولا 34 وزير. فاحنا بنيجي النهارده مش مساله نقد، خلي بالك مش مساله، لا انا بقول له النور بنوره لمبه حمراء هنا. محافظه كذا في عندك مشكله، محافظه كذا في عندك تقصير. لازم الناس تبقى فاهمه كده، ولازم الوزراء يفهموا كده. لان احنا في الاول وفي الاخر خدامين لهذا الشعب. احنا الوزير جاي يشتغل للشعب، واحنا بنشتغل للشعب. صحيح. فاعتقد ان هم لازم فاهمين القضيه كويس. احنا مش فارقين، احنا مش لازم الناس تبقى فاهمه كويس جدا. واذا كانت هناك معارضه فمعارضه بناءه، معارضه وطنيه. طيب يعني هو ده كل اخر. انا مش معارض، انا حزب الوفد على فكره. صحيح صحيح. يعني انا كحزب الوفد النهارده لما بتكلم انا بقيم اداء حكومه، عايز حكومتي تبقى كويسه، عايز بلد تبقى الافضل. طيب ده النداء الثالث يا سياده النائب، يعني وجود الوزراء ده غير مقبول تماما. ايوه بس الطبقه البرلمانيه تقول كده، ولا المرحله اللي احنا فيها تقول كده. صحيح. كل ده مفهوم، واكيد الوزراء فاهمين كده، بس ده النداء الثالث من الدكتور علي عبد العال. ثم ماذا بعد؟ يعني حتى الوزير عمر مروان نفسه يفعل يعني ادوات المجلس، في هناك ادوات رقابيه للمجلس ممكن تفعل في النهارده. مجلس نواب من منح لهذه الحكومه لهذه الثقه ممكن يسحب الثقه من هذه الحكومه، لان في هناك ادوات. اما اذا كان يعني الامر هيوصل لمرحله لتعنت عدم وجود وزراء، اعتقد ان ده مش مقبول. واعتقد ان الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته في مجلس النواب قال ان انا فاتح مكتبي لمجلس النواب، وانا ساستمع وساعطي جدول لتوزيع مصر تقريبا 4 قطاعات، وسالتقي بقطاعات بمحافظات، مثلا 5 محافظات كل مره مع بعض، لكي يكون في هناك تقارب وفي تواصل وفي تشاور في مشروعات. بس يا سياده النائب اسمح لي، يعني احنا رئيس الوزراء لازم يرجع ويراجع الوزراء بتوعه ويقول لهم لا احنا لازم، لان احنا مؤسسات، خلي بالك احنا طبعا. اول حاجه الفصل بين المؤسسات ده امر مهم. لا انت لا سلطان عليك يا سياده النائب، انت صاحب، يعني ما عندكش رئيس، انت الرئيس، انت تمثل الشعب. نعم. فالجميع لابد ان يقف امامك كي يحاسب، ده دستور. بس سياده النائب، يعني خلينا نقف قدام عباره قويه قوي حضرتك قلتها، ويعني احنا مستشعرينها، لان اول مره نسمع هذه النبره الحاده، هذه الوقفه القويه. ودايما كان المصدر لينا ان البرلمان والحكومه يعني علاقتهم على ما يرام، يعني زي ما كانوا بيقولوا كده شهر عسل وسمنه على العسل مع بعض. لكن انه يبقى في تهديد بسحب الثقه من الحكومه، دي لاول مره يعني بيتم التعامل. الادوات يا فندم اللي موجوده اللي يملكها برلمان مصر، انا فاهمه، بس ما كانش بيتم التلويح بيها باي شكل من الاشكال، او حتى من وزير بعينه، ولا حتى هنتكلم انه الوزير الغير حريص على حضور المجلس هيبقى لينا واقفه معاه، ولا الحكومه ككل؟ لا، الوزير اللي هيتعنت وهيكون بقصد انه ما يجيش مجلس النواب، أنا بقول لك مجلس النواب وكل النواب يسحبوا الثقة من هذا الوزير. لأن احنا ده مجلس الشعب، ده مجلس النواب، ده المجلس اللي منتخب اللي بيقضي مصالح الشعب. مفهوم. وسيادة الرئيس خلي بال حضرتك بيساعد بالكلام اللي احنا بنقول ده، لأن ده في الأول وفي الآخر في فرق فصل بين السلطات. مجلس الوزراء دي مؤسسة، مجلس النواب دي مؤسسة، مؤسسة الرئاسة دي مؤسسة، لازم كل هذه المؤسسات يكون في تخبير كامل ما بين هذه المؤسسات. مفهوم يا فندم. طيب خليني اروح بحضرتك بس اخيرا، لان في موضوع يهم المصريين بشكل كبير، القانون الضريبه العقاريه، وقصه انه بيتم تعديل بعض احكام هذا القانون، وفي اخذ ورد. طب القانون اتطبق؟ طب اللي اتطبق عليهم هيبقى ايه الموقف؟ التعديل بيمس اي مواد؟ بتعملوا ايه بالظبط في القصه دي يا فندم؟ هو دلوقتي المشروع في اللجان، يمكن اتكلمت مع السيد وزير الماليه، وانا ليا رايي شخصيا، يعني رايي شخصي وهقوله في داخل الجلسه، ان لابد يكون هم باعتين، هم عايزين يرفعوا نسبه الاعفاء من 2.5 مليون لتزيد شويه. لكن انا ليا راي شخصي ان لكل مواطن مصري يملك بيت واحد
يعفى من الضرب العقاري. وما اللي عنده بيتين يدفع، اللي عنده ثلاثه يدفع، ويتم تطبيق هذه المنظومه على مستويات محدده، محافظات محدده، بجدول محدد، زمن محدد. طيب خليني حضرتك بس، لان الصيغه اللي وصلت لنا وحضرتك تفهمها لنا اكتر برضو، ان البرلمان وافق على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبه العقاريه. التعديل في الماده لسه في اللجنه شغالين بندرس هذه الموضوع، ما توافقش عليه النهارده لانه في جت ماده بعينها وبند بعينه. ده لسه لا، الحد اللي مبعوت لينا التعديل، الحد دفع الحد الضريبه تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد كده اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، ويستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية 2020، ويتم تعديلها بتوافق الأعضاء في ديسمبر 2021. يعني عشان ما ننتهش في التفاصيل برضو بالضبط، هو التعديلات الموجودة في اللجنة بقول لحضرتك بنرفع قيمة والشقق الموجوده المغلقه والحد الادنى ايوه، فهي لسه في اللجنه عامه يعني. طيب في يعني مده متفق عليها امتى تطلع من اللجنه، يعني يتم المناقشه العامه امتى؟ لسه. طيب شكرا جزيلا سياده النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.